الحمد لله القادر فوق عباده، المانح بلا منة، العاطي بلا حدود، الذي أنزل القرآن ليكون منهجا للعالمين، لينظم حياة البشرية، وليكون دستورا يقيم دعائم الأمة، وليأسس مجتمع قوامه التألف والتراحم، ولينظم علاقة الأفراد ومنظومة معاملاتهم وعلاقاتهم وفق منهجا إسلاميا أحسن الخالق صنعا. وصدق العلي القدير حين قال: وما فرطنا في الكتاب من شيء، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى الأنبياء جميعا، الذي من أقوالهم نأخذ العبرة ومن مواقفهم ننهل القيم حتى تستقيم أسس حياتنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الشريعة والأعمال. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الشكل الثالث من أشكال التمويل المصرفي، واليوم سيكون موعدنا مع تناول شكل آخر، وهو التمويل عن طريق بيع السلم أو السلف، كما أننا سنتوالى أيضا صيغة التمويل بالتأجير مع الوعد بالتملك. ولكن دعونا الآن نتابع هذا التقرير التعريفي عن بيع السلم، ثم نستقبل ضيفنا الكريم في الاستوديو لنناقش معه هذا الموضوع بالتفصيل. تقرير سريع وسنعود، ابقوا معنا. يعرف الفقهاء في المصارف الإسلامية بيع السلم أو السلف بأنه بيع آجل بعاجل، بمعنى أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن وتقديمه نقدا إلى البائع، الذي يلتزم بتسليم بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم. ويأتي الآجل بمعنى السلعة المبيعة الموصوفة في الذمة، فيما العاجل هو الثمن، ويحقق بيع السلم مصلحة كلا طرفين، البائع وهو المسلم إليه، ويحصل عاجلا على ما يريده من مال مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه آجلا، مستفيدا بتغطية حاجته المالية، سواء كانت تخص نفقته الشخصية هو وأسرته، أو كانت لفرض نشاطه الإنتاجي. ويحصل المشتري وهو المصرف الممول على السلعة التي يريد المتاجر بها في الوقت الذي يريده، فتنشغل بها ذمة البائع الذي يجب عليه الوفاء بما التزم به، ويستفيد المصرف من رخص السعر، إذ أن بيع السلم أرخص من بيع الحاضر غالبا، فيؤمن بذلك تقلب الأسعار. يمر بيع السلم بثلاث خطوات عملية، هي عقد بيع السلم وتسليم وتسلم السلعة في الأجل المحدد وعقد البيع. في عقد بيع السلم يدفع المصرف الثمن في مجلس العقد ليستفيد به البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة، فيما يلتزم البائع بالوفاء بالسلعة في الأجل المحدد. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد، ودعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم في الاستوديو، الأستاذ بسام الخطيب، الأستاذ الأكاديمي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات. أهلا وسهلا أستاذ بسام. اليوم طبعا إحنا حلقتنا عن بيع السلم، كنا حابين تعطينا فكرة أو تعطي فكرة للمشاهدين شو هو فكرة بيع السلم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. أولا أشكركم على الاستضافة. بالنسبة لبيع السلم، قبل أن نبدأ بشرح بيع السلم، أنا بفضل أنه نحكي شوية مقدمة عن أصل المال، أو مثلا كيف الأداء في الإسلام. في الإسلام المال يعد أداة وليس سلعة، فالمال هو أداة بشري فيها، فعشان أشتري بدي أدوات مالية أستخدمها في أني أشتري منتج أو خدمة أو يسموه مبيع. وبالتالي لابد هناك يكون في سلعة، وقد تكون هاي السلعة منتج أو قد تكون هاي السلعة خدمة، فأنا بشتريها بمقابل مادي. الآن بيختلف الفرق بين إذا كانت مؤجل أو في الحال، بيختلف الفرق إذا كان أنا دفعت لك فلوس بالأول وأخذت المنتج بالآخر، أو أخذت المنتج بالأول ودفعت بالآخر. نعم. فبيع السلم هو من أدوات الاستثمار المالية الإسلامية، وأداة جدا رائعة وممكن يستخدموها، بحيث أنه بيع السلم بداية كمعنى يعنى بأنه بيع السلم هو الإعطاء أو التسليف في لغة العرب أو كتاب لسان العرب. عند المذهب الشافعي بيع السلم هو عقد على موصوف
موصوف يعني منتج. سواء ثمار أو مزروعات في الذمة، في الذمة يعني في ذمتي، إلى ببدل يعطى عاجلا. يعني أنت بتعطي المال بالأول وبعد مدة كشهر أو مدة تأخذ السلعة أو المنتج سواء مزروع مزروعات. يعني هي بتحدد، تحدد المدة ويحدد السلعة نفسها وقبل يكون دافع المبلغ ولا بعد ما يدفع المبلغ في مجلس العقد. يعني مجلس الآن العقد. الآن لو نأخذ مثال بسيط، أنت عندك مزرعة وحاب تستثمرها بس ما عندك سيولة، فأنا جيت وحكيت لك أستاذ أيمن أنا بدفع لك تمويل أنك تشغل هاي المزرعة، لكن بأخذ منك في موسم الصيف التمر مثلا. فالتمر في موسم الصيف يعني في شهر 7 يمكن مثلا الكيلو بعشرين درهم، بس هو دفع مقدما المبلغ. فأنا لأني دافع لك مقدم راح مثلا أشتري منك ب12 درهم. ولكن بس يجي موسمه تعطيني المقدار اللي أنا وياك اتفقنا عليه. طب من أين أتت الفكرة؟ فكرة السلم إنه ناس عندها أشياء، ناس عندها يعني إذا بنحكي في مصطلح اللي هو الأصول، أو عندها ممتلكات أو عين. يعني أنا عندي مثلا أرض بس بدي أبنيها، عندي مزرعة بس بدي أوصل يعني. وبالتالي بدي مال عشان أنتج، فدخل هذا السلم. طيب لو هاي الفكرة أكيد لها أركان وأشكال، شو هي أركانها أو أشكالها للعقد السلم؟ أركان السلم أولاً كنحكي يعني بالنسبة شرعية السلم، السلم موجود في القرآن وفي السنة. بالنسبة للقرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال الصحابي الجليل ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، وذكر الآية. طيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد الناس بيعطوا مال ويأخذوا مثلا مقابله بعد سنة سنتين بس ما في ضوابط. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبالتالي في شرعية يعني بالسنة وبالقرآن، وأجمع الفقهاء على أنه حلال. يعني يعتبر هاي مضمون أشكاله وأركانه. هذا بالنسبة لشرعيته. أركانه أنه المتعاقدين أنا وأنت موجودين، وشو المبيع أو شو السلعة اللي اتفقنا عليها. يعني أنا وأنت نكون موجودين، الصيغة إيجاب وقبول، يعني أنا وياك نتفق وإحنا في مجلس العقد، فالمتعاقدين والصيغة الإيجاب والقبول والمعقود عليه اللي هي السلعة أو المنتج أو نحكي اللي هي المبيع. أصلا مش موجودة حاليا بالضبط. اللي حستلمها بعدين أجل في زمن محدد حسب الزمن اللي تم تحديده. طب إيه هي ضوابط الاستثمار عن طريق بيع السلم؟ ضوابط الاستثمار أول شيء إنه ما أحدد شيء بذاته، لأنه يعني لا سمح الله يمكن يتلف. كيف لا فهمني إياها؟ بمعنى إنه أنا جيت قلت لك بدي عنب. فالعنب في موسمه بدي وزن معين بشكل معين موصوف. فإذا أنت قلت لي بمكان معين ما بحدده بمكان بس بمثله ممكن أجيب لك إياه من مكان تاني بالسعر اللي اتفقنا عليه. فأولا أنه ما بحدده بذاته بعينه، يعني أنه بس هاي الحبة أو بس هذا الشيء. هو بيتكلم عن السلعة نفسها كسلعة، السلعة. بس ما بيحددش السلعة مثلا تيجي من وين، مواصفاتها. هي مواصفاتها بس ما بيحدد المصدر منها. بالضبط. يعني ممكن يكون المصدر من عندي أو ممكن يكون المصدر من مصنع آخر أو بالزبط. من مكان آخر في وقت السداد استحقاق السلعة أو المبيع أعطيك إياه نفس المواصفات اتفقنا عليه، لأنه يمكن أنا المزرعة عندي تتلف، فكيف بدي أسدك احتياجك؟
بس هي ما بتشترط المكان، مكان السلعة أو مورد السلعة من أي مكان. إنه أنا لأنه في بديل لها. غير موجودة لا بأرقانه ولا ما بقدر يعني أنا أحدد لك شيء بذاته. هو بيحدد الشغلة نفسها أو السلعة نفسها. مواصفاتها مثلاً. بالزبط. خلينا نتكلم مثلاً على سيارة. أوكي أنا عايز سيارة فرويل. ثمن أشخاص. لونها كذا. صنعها كذا. في حدود كذا. ممتاز. بس ما بقول والله عايز مثلاً السيارة هاي نفسها. لا سمح الله ما اقدرش احدد لانه ممكن ما تيجي صح صار حادث غرقت في البحر نعم بدي اخذ لك اياها من وين من البحر يعني عشان يعني يبقى هي بنفس المواصفات انا بسدد احنا بنتكلم على مواصفات ولا نتكلم على سلعه بالزبط. بعينها بالضبط سلعه صح. بعينها بمواصفاتها بس مش بس. بعين يعني هاي لازم هذا السياره يعني انا اقول لك انا عايز القلم هذا هو معي القلم بالضبط اوكي انت بتجي اقول لك لا انا عايز القلم اللي مع ايمن قلت له لا انا ممكن اجيب لك الالم بس يجوز. ما تحدد لي لانه اذا تلف او انكسر او ضاع ما انا اجيب لك اياه لكن فقط شرعيته يعني لا ليس ما بدخل سلم ما بقدر احدد لك اياه بذاته مع عشان هيك انا بحاول اوصل السلم مضمون بالضبط السلم انه انا وياك سلعه منتج سياره لبس كتاب موبايل ايفون 5 مثلا جاي مثلا شهر 9 انا وياك بشهر 6 اتفقنا مثلا ايفون 5 مثلا سلعه لو المشاهدين يعني خاف يعتبروا دعايه للايفون 5 سوري يعني هو لا فالفكره انه هذا المنتج جاي حيجي بس لسه ما وصل عندي بس انا بدي اجيبه بدي اعمل بدي انا هجيبه بطريقتي انا هجيبه بطريقتي بس انت بدك السلعه الفلانيه بالضبط نعم طيب استاذ بسام البيع السلمي بيمر بثلاث خطوات او بعدد خطوات ايه الخطوات اعطينا فكره عنه بالنسبه اول شيء فلسفه بيع السلم اني انا بدفع في الاول بسلم بالاخر او مش بالاخر يعني بشهر شهرين او بعد 3 اشهر فاول شيء في مجلس العقد يعني انا وياك الان في مجلس العقد بدنا نتفق حكينا الاركان العاقد والعاقدان انا وانت اللي يجي الصيغه ايجاب وقبول والمعقود عليه نعم وبنتفق على الثمن والثمن يعطى في مجلس العقد فعند المذهب المالكي والحنابلة والحنيفية في مجلس العقد تعطيني الثمن مش المالكي اللي هو الشافعي والمذهب أبو حنيفة والحنابلة في مجلس العقد نعم. المالكي قال لو بعد يومين لغاية 3 أيام فما في مشكلة لأنه هذا معناته تأجيل مع تعجيل نعم. يعني بحكم التعجيل بيجي يعني في الملكة أعطوله مدة يعني ما قارب الشيء فهو في حكمه نعم. يعني بجيب لك إياه بكرة فهاي يعني طب خلينا نتكلم على حكم الشرع في بيع السلم بتوسع شوي طيب بيع السلم أول شيء الكل أجازه جمهور الفقهاء وفي القرآن وفي السنة كيف نأخذ مثال في الحياة العادية أنا عندي مثلا شقة بدي أصينها أو عندي 5 شقق فأنا ممكن أخذ منك تمويل أعمل صيانة وأقول لك حسكنك بدل بسعر الشهر مثلا ب 3000 درهم حسكنك ب 1500 أو 2000 درهم بعمل لك خصم لأنك دفعت لي مقدم هلأ شو كيف بنستفيد بالنسبة لل في 4 شغلات بالنسبة للسلم عشان بس المشاهدين يعرفوا اللي هي المشتري بسموه رب السلم نعم والبائع المسلم إليه الثمن هو رأس مال السلم والمبيع المسلم فيه الآن أنا بدي أصين عندي شقق بس مش قادر أصينها فبعمل اتفاق سلم معك وانت بتقولي طب أنا بدي شقة استاجر في هذاك الموسم هذا يعتبر مثل احنا بنعطي مثال نعم. اوكي بس احنا كنا بنتكلم على حكم الشرع نفسه حكم الشرع مجاز وموجود في البنوك الاسلاميه ويستخدم بشده وممكن استخدمه كمنتجات اذا باجي بحكي منتج سلعه او مبيع او ممكن كخدمه كتيكت طياره مثلا طيب احنا لو جينا نقول التطبيقات في بيع السلم بالمصارف الاسلاميه بس طبعا هترد لنا على هذا السؤال بس بعد ما نطلع فاصل اعزائي المشاهدين فاصل سريع وسنعود ابقوا معنا
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد، نتابع مناقشة موضوع التمويل عن طريق بيع السلم مع ضيفنا الأستاذ باسم الخطيب. أستاذ باسم، كنا توقفنا عند تطبيقات بيع السلم بالمصارف الإسلامية، كيف بتطبق المصارف؟ هلا هو مجاز سواء مواد خام، يعني ممكن بالبترول أو المواد الخام اللي هي الموارد الطبيعية في المصانع ممكن يستخدم، كمان في المقاولات يستخدم بشدة، شخص عنده أرض وبده يبنيها، فالسلم بأي مجال ممكن يستخدم حسب. هل المصارف الشخص. هل المصارف بالوقت الحالي في فيها كميات كبيرة بيع السلم، ولا يعني الفكرة موجودة بس التعامل بها كتير محدود؟ لا هو بالعكس، هو قد يعني الناس قد تتعامل بالسلم بس هي مش عارفة إنه سلم. يعني أنا مثال التعامل مع التجار أكثر من التعامل مع المصارف، ولا التعامل مع المصارف؟ المصارف هي أداة استثمارية وتستخدمها بشدة، بالعكس هو بيجيب لها يعني عائد قوي. طب لو حبينا نقول إن الفرق بين السلم والمرابحة؟ لا، المرابحة شيء تاني، السلم هي الهدف إنه المبلغ يدفع مقدما على شيء بالذمة، أنت يعني المبيع هتسلمني إياه بعدين، المرابحة تختلف عن السلم. طيب لو أنا في حالة أن أنا اتفقت وما قدرت أوفي بالغرض نفسه، إذا ما قدرت أوفي أنت ممكن في السوق هتلاقي بديل، عشان هيك إحنا قلنا ما يكون معينا بذاته، يعني أطلع السوق أجيب لك بديل. طيب لو هو البديل، لو هو البديل أن أنا اتفقت معك على هالألم واتفقنا أنه ثمنه 100 درهم وأنك هتسلمه لي بعد سنة، بعد 6 شهور بالزبط. على حسب الهاي، ودفعت القيمة نقدا من بعد الفترة هاي، وبعد الفترة معدات رحت أنا عشان أشتري الألم لقيته 500 درهم. طيب حكم الشرعي في النقطة هاي بس أول شيء، ما هو أنت ليش دفعت في الأول؟ عشان أنت يعني خلينا نأخذها من ناحية، أنه بيع السلم هو بفيد التنين اللي هو المشتري والبائع. كيف؟ المشتري بيستفيد أنه خصم معاه سيولة الآن، فهو بيستفيد منها بده يشغل وبأخذها بخصم. أما البائع اللي مثلا، البائع كيف بيستفيد؟ أنه الثمار تبعته أو المنتج مباع، لا عمله تسويق ولا عمله شيء، فمباع، فهو ما يعني محتفظ بفلوس التسويق. انا يعني انا خايف من من من, من التحريم فيها، فحابب ان انا اطمن المشاهد واوصل للمشاهد انه لا، اذا تعذر اتفاق. اذا تعذر طبعا كل شيء يعني في الغيب الله اعلم، بس بيكون عشان هيك بده يكون موصوف، يكون موجود في عقده، يعني اتفاق في عقده مثلا مكتوب بعقده. كل شيء في مجلس العقد لازم الثمن يحدد والمبيع يحدد، وكمان يحدد قيمته، تحدد لم جنسه، حجمه، قدمه، مواصفاته. يعني إذا كان لو نحكي عن كمبيوتر بدي أحكي كم حتى البروسيسور، كل صفاته، عشان ما يصير موجود بالعقد إذا لم ألتزم كل الصفات فيها شرط مثلا، أو إحنا بنسميه شرط جزائي مثلا. لا هو 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 اللي بيحصل كيف، إنه لو ما قدرت أسدد أنا ممكن أرجع لك المبلغ، اوكي، او انت ممكن تقول لي طب بنتظرك، فلك الخيار. نعم، لك الخيار انه يا لا لا اللي انا دفعت جزائي موجود. هلا انت ممكن تاخذ راهن مني، انت دفعت فلوسك، دفعت لي مثلا 10000 درهم او 20000 درهم، طب شو بدك ضمان مني؟ انا ممكن اعطيك مثلا راهن، وبعدين لما بسلمك المنتج او السلعه او المبيع. طب هاي ما فيها مثلا ريسك على المصارف الاسلاميه مثلا؟ من اي ناحيه ممكن انه هو يعني ان لم يفي مثلا الشخص بالسلعه نفسها، او ان البنك مثلا تغيير سعر شو يسموه السعر المبيع او تغيير العمله او سعر فرق العمله او ولا هو حاطط المصرف في حساباته كل هذا قبل ما يعمل الآن العملية. يعني معروف المنتجات خلال السنة كم سعرها وكيف ممكن يطلع أو ينزل، يعني أنت عشان هيك بتقول ليش بدي قبل. أنت أول شيء بتضمن أنه ما يزيد السعر عليك، فخلص من اليوم اتفقت معي حتأخذ هذا القلم مثلا ب100 درهم إن شاء الله وصل 1000 درهم، إحنا في مجلس العقد اتفقنا أنك تعطيني 100 درهم أسلمك إياه،
فهنا انت استفدت من هاي الميزه. نعم. وممكن بس تتملكه بتقدر تبيعه ب 1000 تكسب 900. ما انا كنت حابب ان اوصلها ان البنوك لها في اداره وفي دارسه مثلا هالمواضيع، وانه المجال مفتوح والتعاملات موجوده في بيع السلم. لان انا لما اقترحت انه يكون في حلقه عن بيع السلم كثير ما كانوا عارفين يعني ايه هو السلم او شو النوع هذا، او فاحنا بنحاول ان نوصل للمشاهد انه شو هو بيع السلم. بيع السلم موجود بين التجار، موجود في المصارف، موجود بين الأشخاص نفسهم في بعض الأحيان. بيع السلم أستاذ أيمن يعني جدا ده أداة قوية بالاقتصاد، بتعكس بقوة، لأنه أنت ممكن يكون عندك سيولة، بس أنا ما عندي سيولة، أنا عندي يعني أصول أو أسيتس، يعني عندي أرض، عندي بيت، عندي مزرعة بدي أبني على الأرض، فأنا وياك نتشارك، خليني أبني وبعطيك كذا، فكيف أنت عندك سيولة بس ما عندك أرض، أنا عندي أرض بس ما عندي سيولة. بيجي السلم بوفق بيني وبينك في مجلس العقد، نتفق على مبلغ معين وأنا بسلمك في هداك الوقت، وبعدين في عقد، العقد شريعة المتعاقدة. احنا كده اتفقنا انه هو سلم ما بين طرفين، اتفاق ما بين طرفين لسد احتياجات الطرفين، اللي عنده كبير الارض واللي عنده المال، والتوفيق ما بينهم عن طريق السلم. وطبعا هلا احنا بدنا ننتقل على موضوع بيع السلم، ننتقل معكم ومع ضيفنا الى شكل اخر من اشكال التمويل المصرفي، وهو صيغة التمويل بالتأجير مع الوعد بالتملك. ما هو هذا الشكل التمويلي؟ نتابع هذا التقرير ثم نتعرف على تفاصيله مع ضيفنا بالاستوديو. يعتبر التأجير مع الوعد بالتملك من أهم طرق التمويل المستخدمة في غالبية المصارف الإسلامية أو في الشركات التابعة لها. ويعرف التأجير بأنه عقد يتيح للعميل تأجير أصل معين والانتفاع به لمدة محددة ثم تملكه بعد ذلك، نظرا لعدم قدرة العميل على شراء هذا الأصل نقدا. هذا وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره الصادر في دورته 12 عقد التأجير مع الوعد بالتملك، والذي ينص على ضرورة الفصل بين عقد التأجير عقد بيع منفعة وبين عقد التمليك عقد بيع سلعة، حيث أن لكل عقد حقوق والتزامات تختلف باختلاف العقدين، بحيث يتم أولا توقيع عقد الإجارة بين المؤجر البنك مالك الأصل والمستأجر العميل المنتفع من الأصل، مع الوعد من البنك للعميل ببيع الأصل له في نهاية المدة من خلال نموذج الوعد بالبيع. وفي نهاية مدة التأجير يتم توقيع عقد البيع وانتقال ملكية الأصل للعميل. قطاعات متعددة تستفيد من التأجير مع الوعد بالتملك، منها قطاع الأفراد عن طريق تأجير الفيلات والشقق ثم تملكها، القطاع الحرفي من خلال تأجير الآلات والمعدات ثم تملكها، والقطاع الصناعي بتصنيع الآلات والمعدات وتأجيرها ثم تملكها، وقطاع الخدمات العقارية وذلك بتأجير الفنادق والأسواق ثم تملكها. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. تحدثنا في بداية الحلقة عن بيع السلم كشكل من أشكال التمويل، إلا أن الفقه الشرعي والمصارف الإسلامية أمعانا منها في تقديم خدمات للعميل تتوافر مع إمكانياته، ومن هنا جاء الأخذ بالإجارة كشكل من أشكال التمويل. وهنا نصل ضيفنا بالاستوديو الأستاذ بسام الخطيب. إيه هي مفهوم الإجارة؟ مفهوم الإجارة هو عقد لازم على منفعة مقصورة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم، بمعنى بالشكل يعني الأبسط أنه أنا بستأجر منفعة. إذا عندك أنت بيت أو عندك شقة، أنا ما بتملك الشقة ولكن بتملك أو بستخدم منفعتها، فبستأجرها إجارة. نعم. أني أستخدم المنفعة إلى أجل معلوم في وقت معلوم بمبلغ معلوم. وبعد الأجل؟ بعد الأجل، هلا إذا كانت استئجار فقط أو إجارة لوحدها
فخلص استئجار، يا بجدد العقد وبستأجر مرة تانية. لا لا، أما الموضوع اللي أنت تفضلت فيه إنه الإجارة المنتهية بالتملك أو التمليك، إنه لا، هذا بيكون على يعني جزئين أو مرحلتين، إنه أنا بستأجر منتهي بالتمليك، وبالتالي بحكي مثلا أنا بستأجر لخمس سنوات، وفي هاي الحالة أنت المالك وأنا المستأجر خمس سنوات وعامل كمستأجر وتكون أنت مالك، أنت المالك فقط. بعد الخمس سنوات ساعتها منتفق على سعر معين. طيب لو أخذنا أمثال من المصارف الإسلامية، طيب أمثال أنه طبعا هاي الأداة كمان مستحدثة، بس قبل لا أجاوب هذا السؤال أستاذ أيمن، بعطي فكرة للمشاهدين أنه البنوك أو الخدمات المصرفية الإسلامية بدأت 1960 ولكن بشكل منعزل أو منفصل، يعني بعد 75 بدأت في السعودية، صار فيها نوع من التماسك أكثر. 1990 دخل في الـ HSBC وبنوك كبيرة أنها تستخدمها، و2002 أنشأوا الخدمات المالية الإسلامية. العقد الإيجار المنتهي بالتملك. طب قبل ما نطلع من هاي، أنت شايف بعد ما ابتدت من 1960 وهو أين وصلت المصارف الإسلامية من العمليات المصرفية زي الإيجارة زي المضاربة السلم بيع السلم كل هذا لوين وصلت بشكل عام؟ في للأسف يعني في خلل عندنا. الخلل هو أنه اللي بيشتغل في البنوك التقليدية بيعرف أدوات البنوك التقليدية، ولما يروح مثلا يشتغل في البنوك أو المصارف الإسلامية فكره بنوك أدوات التقليدية، فما عارف يعني بياخد الفكرة من البنوك العادية يطبخها في المصارف الإسلامية بالضبط، فمش راكب عليه، ليش عقدين، ليش بوقع تنين. عشان هيك في بداية الحلقة بيستسهل واحد، واثنين ما عنده فكرة طبيعة العقد وتفاصيله وكيف أطبقه في الحياة اليومية. طب من المسؤول عن هالنقطة؟ والله المسؤول يعني المفروض إنه هو الشخص، يعني المفروض في دورات وفي دورات وفي بس وفي اللي بيحصل شو؟ في بروسيس لازم يمشي عليه الموظف. من خبرتي البسيطة أنا بشوف اللي مختص في المصارف الإسلامية ما بيعرف الأدوات في البنوك التقليدية بتفاصيلها، يعني كيف الأمور في الأيام الحالية، واللي بيشتغل في البنوك التقليدية ما بيعرف كيف أدوات المصارف الإسلامية. عشان هيك لما تجيبهم التنين مع بعض، التنين بيحكوا بخط متوازي فما حيلتقوا. طب كيف بعض البنوك فتحت نوافذ كبيرة في موضوع السلع الإسلامية أو الأعمال الإسلامية ومنافذ كتير كبيرة وكلنا بنعرفها؟ هذا كله يعني جديد، يعني مستحدث، أما زمان ما كان. الآن بيحاولوا، ممكن يكون المنفذ هذا بيطبق نفس اللي بيطبقه في البنوك البنك العادي، لأنه غير متخصص. الأشخاص اللي هم بنفس البنك وبنفس القسم هذا هم من البنك العادي، فممكن يكونوا بيطبقوا البنك العادي وليس البنك الإسلامي، المصرف الإسلامي. هذا يعني تعليق رائع. اللي أنا بنصح فيه إنه اللي عنده خبرة في المصارف الإسلامية يعرف البنوك التقليدية أدواتها وكيف بتروح وكيف مشاكلها، عشان لما يجي يوضح أو يجي يقارن أو ليش هاي الأداة أفضل من هاي، هو إذا فاهم الزبون أو المتعامل بيصير عنده وعي. لكن أنا لما يكون خلفيتي دراسة أدوات بنوك تقليدية فبقول له بدل ما توقيع واحد توقعين، لأنه ليش توقعين؟ لازم أمتلك الشيء عشان أبيعه. طيب احنا يعني هلا انت من خلال انت اكاديمي في المصارف او عامله معاهد مثلا تاخذ الشباب تعلمهم على الاعمال الاسلاميه واعمال المصارف الاسلاميه، ولا غير موجوده ونفتقدها؟ والله هي موجوده بس قله، يعني انا بعرف هنا اعتقد في ابو ظبي معهد الدراسات الاسلاميه المصرفيه، بس لو تعمل احصائيه كم جامعه عاديه، أو مثلا تعال نشوف التخصصات المالية والمحاسبة في كل الجامعات، طب أعطيني كم تخصص مصارف إسلامية في هاي الجامعة. طب خلينا نتكلم عنكم أنتم كجامعة الإمارات، أنتم بتعلموا الاقتصاد الإسلامي؟
والله انا لاني في الاداره والاقتصاد مش في كليه الشريعه صراحه ما عندي الخبره، لكن لا هم بقولوها اهتمام كبير يعني جامعه الامارات، وفي عندنا بالماجستير حتى بيدرسوا المواد الاسلاميه، وصراحه يعني احنا نتمنى اذا ما كانت موجوده يوصل، او اذا كانت موجوده بقله يوصل صوتنا لهم ليوسعوا الدائره، اوكي، ويكون في شباب طالعه ليهم بالخبرة واللي تمكنهم من وجودهم في المصارف الإسلامية اللي يقدروا يقنعوا حتى العملاء اللي بيجوا بالأعمال الإسلامية، لأن أنت لو موظف وما عندك الحنكة وما عندك اللي تقدر تقنعني فيه أنا مش هتعامل معك، صح ولا؟ بالضبط. وهروح للبنك التقليدي العادي. هي المفروض يعني أنا أعطيك مثلا أداتين وأقول لك ليش تستخدم مثلا الإيجار المنتهية بالتملك ما تستخدم السلم، ليش نعم. تستخدم نعم. لازم أقول لك هاي هيك وأنت اللي تقرر، أنت الكاستمر، أنت الزبون أو المتعامل الذي يقرر مش أنا، لأنه هاي ممتلكاتك. طبعا احنا بعدنا شوي عن موضوعنا بس حبينا نعطي فكره بنص الحلقه، بدنا نعرف ايه هي مميزات التمويل بصيغه الاجاره مع الوعد بالتملك، ولكن بعد الفصل. اعزائي المشاهدين، فصل سريع وسنعود، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن التمويل بالإجارة وذكرنا أهم أشكال تطبيقاته في المصارف الإسلامية، والآن جاء موعد الحديث عن أهم مميزات التمويل بصيغة الإجارة مع الوعد بالتملك وأهم المزايا أو المنافع التي تعود للمؤجر. أستاذ باسم، بدنا أهم مميزات التمويل بصيغة الإجارة، وده اللي كنا توقفنا عنه قبل الفاصل. بالنسبة للمؤجر أو المالك، انت لو انا جيت عندك مستاجر وبدي اتعامل معك بالاداه الماليه اللي هي الاجاره المنتهيه بالتملك نعم، اول شيء انت ضمنتني اني انا مستاجر حضل ادفع لك، غير هيك انت ضمنت انه كمان بعديها فيني اني اتملك هذا يعني الشقه او نعم. فانت بتضمن انه تقيم يعني تدرس تنبؤ. هلا شو الاجاره المنتهيه بالتملك، انت كيف تحسبها؟ انت بتحسبها في شغله في المحاسبه بيقصوها اسمها العمر الانتاجي. فانت مثلا عندك الشقه هاي انت بتقول عمرها الانتاجي تخدم 10 سنين او 15 سنه نعم. بمعنى بعد 10 سنين او 15 سنه قيمتها عندك صفر. فانا اذا بعطيك مثلا استئجار ل 10 سنوات انا بالنسبه لك مصرفيه خلاص بالنسبه انا بالنسبه لي قيمتها صفر نعم. وفي بعرفش هنا صراحة النظام، لكن في المملكة الأردنية الهاشمية بحسبوها دينار، يعني بس توصل قيمة الخردة. شو الخردة؟ إنه صارت قيمتها صفر. شيء صفر نعم. لما يقولك بعت خردة يعني صارت قيمتها صفر وكسبت عليها نعم. فبتيجي دائما بآخر القيمة. فأنا باجي بعمل لك هاي الشقة أو مثلا هاي السيارة بقول حتخدمني 5 سنوات أو 10 سنوات، بعد 10 سنوات أنا كمالك بنظامي بفكر المحاسبي نعم. إن قيمتها صارت صفر نعم. فبعطيك إياها تتملكها. مثالي هاي من ضمن المنافع اللي موجودة كمان للمؤجر. المؤجر ضامنك كمستأجر. ضامنك كمستأجر. ضامن الربح. يعني مش ضامن الربح. لا هو ضامن إن هي مستأجرة. مستأجرة وفي عقد سنة. فمرتاح. طيب إحنا خلينا لو جينا نقول على اللي موجود هلا في المصارف الإسلامية مع طلوع الزفرة الأخيرة تبعت العقارات فأصبحت المصارف الإسلامية تمول أوكي بيع الإيجار. بس ما بتكون الشقة موجودة. فالنقطة هاي كتير أنا حابب إني أوصلها، يعني كلهم بيعملوا الإيجارة مع الوعد بالتملك وما زالت تحت الإنشاء، هي لم تستلم بعد. لا إحنا زي ما حكينا مثلا التعامل أو التعامل المالي، حكينا المال أداة وفي أدوات استثمار، الآن سواء إيجارة أو أي شيء أنا لازم لما أتفق معك على شيء بجنسه بمواصفاته بوقته بتسليمه، كل هذا لازم محل العقد في مجلس العقد، ما في غرار ما في غبر. أنا المشكلة لأن عندي أشياء كوتش مارك كتير عليه، علامات استفهام على يعني الديفلوبر ما طلع الشقة وما سلمها للبنك للمصرف أوكي، وما استلمها العميل والعميل ما بقى يسدد، التفرعات هاي كيف حكمها الشرعي؟
هلا احيانا التطبيق بيختلف عن معنى الاداة وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح، وكل حالة بحالتها، ولكن احنا عشان ما نتطرق لحالات استثنائية احنا نحكي بالمجمل. لا، هو هذا الموجود هلا بسوق الامارات، احنا بنتكلم على اللي موجود حاليا في سوق الامارات، انه مصارف كتير حصلت معها في الكرايزس الاخير، ان في شقق، في ديفلوبر ما سلموش، في مشاكل صارت في 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 في. طب الحكم هلا، فحكم الشرعي فيها، هل هو كان ريسك كبير على المصارف نسميه، ولا اللي الان شروط، انا لانه شروط العقود او كي ما عندي يعني فيها يعني اطلاع بشكل كافي، لكن هي الفكره اذا انا بدي استاجر منك شيء لازم انا بعمل الديزاين اللي بدي اياه في الشقه، ما هي الاستئجار او الاجاره منتهيه بالتمليك، شو فائدتها انا كمان كمستاجر؟ بتفيدني اني انا بحط الشقه بالشكل اللي بدي اياه. نعم. فبالتالي احنا بنتفق على اذا صار خلل هنا حسب الخلل وكيف يعالج بالشكل الصحيح. فهنا هل موجود يعني كان يعني من وجودك اكاديمي موجود ان في حاله وجود هذا يعالج بطريقه ما مثلا؟ اكيد. هلا اذا انا يعني ممكن، ما هو الواحد ما بيعلم بالغيب، اذا انا تعثرت ماليا نعم بوصل معك لتسوية معينة بحيث لا اني انا يعني انت تاخذ حقك ولا حقي، لانه ممكن انا خلص يعني اعلنت افلاسي. لا، بنوصل للتسوية قبل الهاي، وبالتالي الشخص لازم يتابع، ولما يوقع العقد او لما يشوف العقد يعرف يعني في الوضع الطبيعي ما حد عنده مشكلة، بس يشوف لو صارت مشكلة كيف يتم التصرف، وهل هو مستعد إلها، هل هو متوقع هذا الشيء. لازم يحتاط. هو ليش العقد موجود؟ العقد موجود عشان إذا صار عكس العقد أو صار في انحراف معين يتعالج. هو في الفترة الأخيرة كتير المصارف قالت لك يا ليت ما إحنا بعنا بطريق الإجارة ومولنا بالطرق العادية، لأن أصبحت الإجارة عندما يستلم العميل الشقة تبتدي تجي أقساط أو دفعات الأقساط اللي هي أو الإيجار الشهري اللي هو بيسموه، إحنا بنقول أقساط أو دفعات أو whatever. ف يعني لازم يكون كان فيها دراسة من الأول أو فيها شيء من الأول. والله أنا أستاذ أيمن يعني خلينا نكون موضوعيين، أنا بنصح أي حدا بيروح سواء بيشتري عقار أو أي شيء، هي للعميل منيحة بس للمصرف هي مش شغلة إنه المصرف أو هاي هي الفكرة أستاذ أيمن، إنه أنا أخذت عقد صح؟ ليش ما أروح لعند محامي شخص قانوني وأسأله؟ نعمل دعاية لنفسنا لا يعني ليش ما أسأل هذا الشخص شو أبعاد هذا العقد؟ إذا أنا تعثرت في النص شو بترتب علي؟ لو أنا انتهى الاستئجار وتملكت العين أو السلعة أو البيت إيش بصير؟ هل بضل أدفع؟ يعني مفروض يكون في وعي للزبون أو المتعامل أني مش أروح معي فلوس يلا عشان أرجع أبيعها، لأنه في ناس أخذوها أنه استثمار زي الأوراق المالية، مش لا عين الشيء، مش عشان يستخدم الشقة نفسها، هو فعلاً مش عشان يسكن، هو فعلاً الموجود حالياً استثمار. بس هنا دخل في 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 شغلة تانية بده يعمل احتياط فيها، لأنه إذا السعر نزل وهذا اللي صار دروب في 2008 إنه الورق يعني صارت الشقة أو هاي تزيد أثمانها خلال فترة، يعني مثلاً ببساطة لو نحكي جامعة أو نحكي أنت عندك بناي، فجأة فتحت جنبك جامعة، الجامعة بدها طلاب، الطلاب بدهم مستشفى، زادت زادت سعر بنايتك، فالزيادة إلها انتقلت الجامعة انتقلت الجامعة بتكون انت بعت فهاي في إلها سبب، يعني الزيادة إلها سبب. أما أنا معك هنا ضل هاي، كيف بدها تكون هاي الزيادة العالية جداً؟ شو العذر، شو السبب تبعه؟ نعم. طيب هي لو احنا تكلمنا عن المميزات واللي بتعود على المستاجر وبتعود على المؤجر والاستفاده للطرفين، طب لو احنا جينا قلنا لو العميل يتاخر عن سداد الاقساط، هل تعود السلعه الى المصرف ويفقد المستاجر حقه بالتملك وتضيع عليه الاقساط اللي قام بدفعها سابقا؟ وما موقف الشرع في هذه الاموال؟ هل تعتبر انه هو كان ايجاره وانتهت الموضوع وخلاص؟ الآن عقد الإيجار المنتهي بالتملك
عشان الأعزاء المشاهدين مشاهدات إنه تتوضح، هو مش أنا مستأجر في مرحلة وفي نهاية المرحلة أصبح إيش مالك. طول ما أنا في الاستئجار أنا مستأجر الاستئجار بس نهائي، يعني لو جيت أنا لحد كان عندي مثلا 50 شهر 20 شهر 30 شهر دفعتهم، أوكي ما زلت مستأجر. لو ما قدرت قانونيا أنا مستأجر، أنا مستأجر وأستخدم منفعة الشيء ولا أتملكها. طيب كيفية نقل الملكية من بعد الإنهاء، الشروط بتاعتها شو هي الآن؟ في مدة محددة، سواء زي ما تفضلت 50 شهر 4 سنين 64. عند الانتهاء بتكون في وعد أو هبة، وبالتالي بتيجي المرحلة الثانية. أنا سددت لك كل الأقساط، احنا سددنا، هلا جينا للنقل الملكي. انت حسبت انه بعد 10 سنوات قيمة البيت او قيمة الشقة بالنسبة لك كمالك صارت صفر، وانا متفق معك اضل ادفع لعشر سنوات بريت معدل معين باقساط معينة، الان انت تهبني اياها او وعد. بس في عندي شغلة بتقول اني اهم مزايا المنافع، تقول في نقطة كتير، عقد الإيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة من شراء العين بسعر السوق عند انتهاء مدة الإيجار. كيف؟ يعني هلا أنا اشتريتها وعدت أربع سنين بدفع القسط عند الانتهاء. إجاني حطولي في كيفية أو طريقة نقل الهاي، لازم يحدد عقد إجارة مع إعطاء الملك الخيار المستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإجارية المستحقة خلال المدة من شراء العين المأخوذة بسعر السوق بعد انتهاء مدة الإجازة. يعني أجي أقول والله إني الشقة هاي صارت ب200,000 بس أنا كنت متفق معه إن هي ب120، هلا في 80، أنا لازم أدفع 80 عشان لا هي المقصود هنا أستاذ أيمن إنه أنا ممكن أتملكتها، هلا أنت عملت لي هبة، ما هو الهبة ما هي بهي هي ما هي النقطة، إحنا جينا النقطة الأخيرة، هلا أنا صارت ملكي صح؟ ما هي لسه ما صارت ملكي، لا هتصير ملكي إذا أنا نويت. هلا أنا إيه الخيار الآن؟ إذا أنا بعتك إياها بعد ما تملكتها ببيعك إياها بسعر السوق، يعني انت بدك اياها ببيع لي اياها بسعر السوق. هلا سعر السوق مش ملكتها، الشقه انا كنت واخذها ب100,000 نعم، ودفعت ال100,000 خلال الاقساط بالضبط، اجيت عند البيع صارت ثمنها 200,000، اشتريها مني ب200,000 انا تملكتها، اشتريها بنص مليون، يبقى ال 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 شو المشكله؟ المؤجر هو اللي يشتريها ولا انا اللي اشتريها؟ انت كمالك انا خلصت، انا عامل معك عقد استئجار او اجاره منتهي بالتمليك، نعم تمام. الآن أنا كمستأجر يعني أنا لما بسدد القسط الأخير، أنا لو أجيت في القسط 30 مثلا، 30 خلاص تعتبر أن الشقة ملكي؟ أنت حتعمل لي هبة، لأنه أنا خلاص سديتك كل شيء، سديتك كاستئجار. طب وليش تحط شرط من هالشروط ضمن نقل الملكية للعميل؟ أنه أنا بعد ما خلصت ونويت أتملكها خلاص مش عندي الخيار، يعني ممكن أبيعها، أنا مثلا ما بدي شقة خلص، أنا خلص هذا صارت ملك، صارت إلي أصل، صارت عين، أنا أمتلكها، وأنا ببيع أي شيء بمتلكه، أي شيء بمتلكه بغض النظر يعني عن المدة. هاي الجزئية تعود للمستأجر، المستأجر عندما يتملك يبيع المالك أو غيره أو يضل معه، للمستأجر وليس للمؤجر. لا شو المؤجر بده يدفعني كمان؟ ما هذا النقطة، ما هي موجودة من ضمن كيف يتم نقل الملكية للعميل. لا هو المستأجر من ضمن ثلاث خطوات أو أربع طرق، النقطة هاي فالنقطة لازم تفصل بالشكل التالي. يا أنا بكون عندك مستأجر في شقتك لسنة سنتين ويجدد تلقائيا، ووقت ما بدي أطلع بطلع بعد انتهاء المدة المتفق عليها. يا أما بتفق معك أنه أنا بستأجر إلى أن مدة معينة 15 سنوات، عند 10 سنوات انتهى أنا استأجرت، وخلال دفعاتي في الاستئجار لما انتهى آخر قسط أنت حتعطيني إياها هبة حسب الاتفاق أو بالوعد. الآن أنا تملكتها بعمل فيها ما بدالي، أسكن فيها، أبيعك إياها. بس لا يوجد شرط بنقل الملكية عند انتهاء قيمة الأقساط تحول
مباشرة لاسمي. بالضبط، ما هذا بيكون بمجلس العقد. هلا أنا لما بتفق معك، ما هي الأشياء اللي مكتوبة أو الأشياء اللي هي بتذكر ساعات بتضيع العميل أو بتضيع المشاهد. يقول لك طيب أنا كيف بعد ما توصل لمرحلة معينة وأنا سددت 30 قسط أو 40 قسط أو 50 قسط وأجي أنا الملكية أقول لي والله حسب سعر السوق. طبعا حسب سعر، طب أفرض علي سعر السوق، نزل سعر السوق، هل أنا أشتريها مرة ثانية منه وأدفع فرق؟ لا هلا أنا متفق معك. زي هلا السلم شو هو؟ لو نيجي نشوف الفرق، السلم إنه أنت بتشتري شيء بمبلغ، مثلا اشتريت القلم 100، انا لما يجي الاستحقاق اقول لك صار حقه في السوق 1000 تدفع لي 500. لا هلا نفس الشيء. أيوة فصل لي اياها بس للمشاهدين مش لإلك، للمشاهدين، لاني فعليا النقطه هاي كثير فيها الايجار شكوك أو الاجاره المنتهي او منتهيه بالتملك. انا بستاجر طول فتره الاستئجار قانونيا وشرعيا، انا اعامل كمستاجر. نعم. واستخدم المنفعه فقط المنفعه. نعم. بحيث لو انا خربت شيء انا بدفعه في الشقه، لكن لو خرب شيء من الشقه لحاله بايبات في الارض شو دخلني انا؟ المالك يتحمل. ولكن بعد استيفاء كل الاقساط، يعني اثناء فتره الاجاره. نعم. الصيانه، لو احنا بنتكلم على الصيانه اللي انا مش متسبب فيها كمستاجر فيها، تعود على المالك بايب في الارض من تحت كمستاجر عادي. يعني بنتكلم كمستاجر عادي، فتره الاجاره كمستاجر عادي يعامل معامله المستاجر. فهي واحد انه مستاجر لنهايه اخر قسط، بعدين لي الخيار. نعم. لي الخيار بعد ما انا يتنفذ العقد، او انه مثلا بدك تعطيني اياها هبه بسوي اللي بدي اياه. نعم. بقول لك بطلت. نعم. بقول لك كذا، ممكن اعلنها بالسوق، بدي المبلغ سيوله، بدي اقول لك طب تشتريها مني انت ونتفق على السعر. نعم. خلص انا هو انا حبيت بس ان انا افسرها بوضوح للعميل، لان هي كثير او المشاهد، لانها كثير فيها كومبلكس. نعم. يعني طيب احنا المشكله الوقت كثير ضاق فينا، بس عشان. هي سؤال اخير بقول لك، اكدت دائره الافتاء العام ان وجود عقدين مختلفين بيع واجار عند التمليك لدى بعض المؤسسات الماليه الاسلاميه في وقت واحد وزمن واحد يجعل هذا العقد باطل. هذا صحيح، لانه اذا انا في او في 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 محل العقد او في مجلس العقد خليت وقعت معك عقدين، عقد انك مستاجر وعقد انك مالك. انا على اي اساس اتعامل معك بعدين قانونيا؟ انت حتروح تقول انا مالك ولا مستاجر؟ وبالتالي بنعود فيها للسؤال اللي كان قبله، والحديث اللي تفضلت فيه. نعم. قبل ما نطلع. نعم. على الهواء انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، اذا بتحب تذكره. نعم. اللي هو من باع بيعتين في بيعة فله او كسوما او الربا. بالضبط. فلا يجوز أعمل عقدين في مجلس على منتج أو سلعة أو مبيع واحد. نعم. لأنه أنا يعتبر هلا باطل إذا. نعم. العقدين. لازم في ترتيب كالتالي، أنا بكون مستأجر لفترة نتفق عليها، انتهت أقساط الاستئجار بنكون بالوعد أو بالهبة أنا بصير مالك، صرت مالك بعمل ما بدالي في العين اللي تملك. أستاذ بسام شكرا كثير، وكثير استفدنا أكيد من معلوماتك القيمة. أعزائي المشاهدين انتهى وقت البرنامج، ولكن لم ينتهي اللقاء معكم. دعونا قبل أن ننهي حلقة اليوم أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفنا الأستاذ بسام الخطيب، الأستاذ الأكاديمي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، إلى أن نلتقي معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الموعد من شكل آخر من أشكال التمويل المصرفي. نستودعكم الله الذي لا تضيع معه الودائع. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.